ورحمة الله وبركاته. معكم إيز دلال. خلال هذه اللعبة المتميزة Simulation Tracks Level 2 اللي خاصة بالنسبة للعبة محاكاة الشاحنات، نقدمها لكم بيسير بمناسبة حلول العطلة الأسدس الأول منتصف السنة. لن تتمنى الجميع فرجة ممتعة، وسوف نأخذ هذه الرحلة ما بين ديجون من فرنسا إلى جنيف إلى سويسرا. سوف نختار هذه الرحلة prendre une mission. نحو جنيف تمدينة تقريبا في 2818 أورو، على ما نسأل الجميع على متنة الشاحنة المتميزة سكانيا. شاحنة جميلة ومتينة جدا قوية. إذن نتمنى للجميع رحلة موفقة وممتعة. كيفما تتلاحظوا طبيعة خلابة، انطلاق من ديجون من فرنسا نحو سويسرا إلى جنيف، والعبر الحدود الفرنسية السويسرية. نحن على متن شاحنة سكانيا السويدية السرعة.
الله، كيف ما تتشاهدوا طبيعة خلابة للغاية. نحن في اقتراب الحدود الفرنسية السويسرية، نتجه نحو جنيف السويسرية. هناك أشغال على الطريق يجب الحذر من الحوادث. الجو جميل ورائع في فرنسا. هنا الحدود هنا الحدود هنا الحدود الفرنسية السويسرية، كيف ما تلاحظوا ندخل إلى سويسرا الآن. نحن في سويسرا، بخصوص مدينة نقترب من مدينة أو العاصمة جنيف السويسرية.